بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هاني عبد الوهاب. إن شاء الله تعالى النهاردة هنكمل الليسونز الخاصة بكورس مايكروسوفت لينك سيرفر 2010. في الأول بس حابب نقول إن الكورس ده مش أوفيشال، ده وركشوب كاستمايزد كورس، فمش ماشيين باوتلاينز ولا بستاندرد معين. هو الكورس عباره عن وركشوب مش اكتر. طيب، ف دلوقتي احنا هنتكلم عن اللينك كلاينت او اللينك كوميونيكيتور عموما مع اكتر من جهاز، ومع لو عندي بي سيز كتيره ممكن استفاد من اللينك ده ازاي. في الاول حابب ان احنا نشغل، في عندي المشين دي عليها لينك كلاينت، المشين دي كمان عليها لينك كلاينت، وانا حابب اشغل الفيزيكال عشان انا مابد ال الساوند عموما مابد على الجهاز ده، فانا هخلي الجهاز ده يشوف اللينك اللي هو الفيزيكال سيرفر نفسه، هديله بس اي بي ادرس معانا في الرينج بتاع السيرفرز، خلينا نقول 100، وممكن نديله ممكن من غير دي ان اس على فكره، اوريك ازاي نعملها. هنفتح نوت باد وبعدين نفتح سي ويندوز سيستم 32 درايفرز اي تي سي على هوستس فايل، وبعدين نضيف الاي بي ادرس بتاع اللينك اسمه اس داش لينك fe.hanymc.local. خلينا بس نميك شور ان هو 3 اي بي كونفج 3 بالظبط كده، يبقى هو 3. طيب كده انا عشان ما احطش للجهاز ده دي ان اس، لكن لو حضرتك حطيت له دي ان اس هنا 10.0.0.1 اوكي ويل دو، يعني دي طريقه ودي طريقه. تعال نحط دي ان اس ورايح دماغنا عشان نبقى متأكدين ان احنا ماشيين صح. طيب عظيم جدا. لو عايز اتأكد هقول اتأكد ان انا بعرف ابنج الدومين، طبعا خلاص يبقى انا شايف الدي ان اس كله كده ان شاء الله. طيب هننستول ببساطة عند الراجل ده لينك 2010 وعلى ده ما ينزل نشوف الاجهزه بتاعتنا الكلاينتس اوريدي عليها لينك كلاينت ماشينز دي جوين دومين. طيب اول حاجه تعالى نلوجن من هنا، اليوزر هنا يوزر 1، هنلوجن بيوزر 1 ماشين دي 1، يعني هنلوجن بيوزر 1 يوزر 1 يوزر 1، وهنا هندخل يوزر 2 مثلا، الشكل ده. فتح معايا. طيب دلوقتي انا لوجد على اللينك مثلا من على الدي سي هنا يوزر 4 اوكي خليه، ومن على اللينك نفسه لوجد خلينا ندخل ب مثلا هاني، انا عايز اكتر من يوزر يبقى لوجد عشان هوري لك شويه حاجات. اوكي يبقى انا عندي هاني لوجد هنا، وعندي يوزر 1 لوجد هنا، ويوزر 2 لوجد هنا، ويوزر 4 لوجد هنا، والماشين الفيزيكال بتاعتنا نلوجن عليها بيوزر وليكن يوزر 10 مثلا. استنى كنسل يوزر 10. طبعا هتقابلنا مشكلة السيرتيفيكت كالعادة، اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، فاحنا we have to fix it. MMC Control M
certificates computer اوكي اوكي بعد كده في التراستد روت هنا هنقول لان طبعا الماشين دي ورك جروب مش دومين، فهنقول عايزين نعمل import finish. طبعا الكلام ده احنا قلناه كتير، مش مرة واحدة يعني. اوكي طيب الجهاز ده فيزيكال، الجهاز ده فيزيكال فعليه ساوند انترفيس، وانا موصل عليه مايك وموصل عليه هاندسيت يعني. ف هنقول كده وبعد كده نقدر لوجن بالظبط كده. يبقى عندي يوزر 10 لوجد هنا وعندي اليوزرز التانيين لوجد. طيب عظيم جدا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ببساطة قوي ان حضرتك داخل هنا باكونت اسمه هاني. اللي بيحصل انت اول ما بتلوجن بتلاقي اللينك بتاعك بالشكل ده، مفيش اي حاجة، يكاد يكون فاضي، مفيش اي كونفجريشن، اي حاجة، اي سيتنج موجودة، مفيش اي حاجة. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انت اول حاجة تقول فايند كونتاكت هنا، تبدأ تدور على الناس اللي في الكونتاكت ليست اللي عندك، الناس اللي في الكونتاكت ليست اللي عندك. طيب يعني عايز ادور على الادمن، لو كتبت اي دي وهبدا اكمل المفروض ان هو يبدا يجيب لي الكونتاكتس، ولكن هنا عندي مشكله. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الادرس بوك بتاعك is preparing to sync، لسه بيحاول ان هو to be synchronized يعني، فممكن السيرش يبقى مش افيلبل. طب انا اعمل ايه في الموضوع ده؟ قال لي والله ممكن تكتب انت الفول نيم at hanymc.local. هو بيروح يدور عليه في السيرفر، بيروح يسأل السيرفر دايركت، فبالتالي يقدر يجيبه. يعني تعال نقول يوزر 10 اهو بالظبط كده. قال لي اه يوزر 10 ده انا عارفه، ده هو اونلاين كان شغال من شويه، اللي هو داخل فين؟ داخل على فيزيكال هنا اهو الشكل ده خلاص. فالكونتاكت ليست لسه مش سينكد، فبالتالي ممكن تدور على اليوزر بالايه؟ بالفول سي بي ار اي بتاعه، يعني تكتب يوزر ات الدومين على طول الفولي كواليفايد. طيب ففي الحاله دي انا لما جبت اليوزر ده يوزر 10 اقدر اعمل ايه؟ لو قلت رايت كليك، لو قلت رايت كليك هلاقي اقدر اعمل له سند انستنت مسج، ابعت له اي ام، او كول اقدر اكلمه لينك كول، او ستارت فيديو كول، او اقدر اعمل شيرنج معاه ديسكتوب او شيرنج ابلكيشن، او اقدر سند ان ايميل. سند ان ايميل يكون عندي انستولد اوتلوك، فهو هي اكسكيوت الاوتلوك اوتوماتيك ويبدا يشغله، او سكيدجول ميتنج، او اقدر اكوبي، او اقدر ابين الراجل ده في الفريكوينت كونتاكتس. فريكوينت كونتاكتس دي اللي هي في الهوم، لو انت بصيت هنا اي يوزر عنده الفريكوينت كونتاكت، اي كونتاكت اتكلمت معاه هيتضاف في الفريكوينت اوتوماتيكلي لوحده. طيب يبقى دي الفريكوينت كونتاكت، تقدر تضيفه انت مانيوال لجروب. عايز اضيفه لاول كونتاكت، عندي باي ديفولت جروب اسمها اول كونتاكت، وعندي اقدر اعمل انا نيو جروب واضيفه فيها، اقدر اتاج اليوزر ده فور ستاتس تشينج اليرت. يعني ايه؟ يعني يوزر 10 ده يوزر مهم خلاص، يوزر مهم مثلا مدير، فانا عايز اتاجه فور ستاتس تشينج، اليوزر ده لوجد، اليوزر خرج، اليوزر راح، اليوزر جه، فيديك alert لما اليوزر بريزنس بتاعه يتغير، او لما يحصل عنده لوج اوف او لوج ان، اليوزر جه، اليوزر خرج، وهكذا. بتقدر تعمل له زي عمليه تراكنج ليوزر معين خلاص. تقدر تشينج البرايفسي ريليشن شيب، طبعا البرايفسي ريليشن شيب بتاع الراجل ده هو بالنسبه لك ايه؟ فريند اور فاميلي، ولا ورك جروب، ولا كوليجز، ولا اكسترنال، ولا بلوك، ولا اساين، ولا اوتو اساين. تقدر كمان تفيو الكونتاكت كارد بتاعه. الكونتاكت كارد ده بيعمل ايه؟ هيظهر لك الكونتاكت كارد بتاع الراجل ده اهو، بياناته كلها، هو فين والاوفيس والحاجات دي كلها، والسيتنج بتاعته لو انت عايز تكليك على اي ام على طول هيجيبها لك، عايز تعمل كول معاه اوتوماتيك هيجيبه لك، او تقدر هنا تكمل باقي الحاجات بتاعتك. طبعا الكونتاكتس دي كلها والاورجنايزيشن، هو بيجيب البيانات دي كلها من الاكتف دايركتوري، هو بيجيب البيانات دي كلها
من الاكتف دايركتوري خلاص. ولكن احنا عشان ما عندناش اوريدي كونتاكس بند هناك يعني، فبالتالي مفيش حاجه ظهر. ولو هو موجود في الاكتف دايركتوري ولسه ما عملش سينك زي كده، الحاجات دي مش تبدا تظهر عندك الا لما الادرس ليست يبدا يتعمل لها سينك خلاص. ودي من ضمن الحاجات يعني الى حد ما كانت عيوب في 2010، ان هو الكونتاكت مش بتعملها سينك انستنتلي، بتاخد وقت شويه. فبالتالي في كوماند كان بيخلي الكونتاكت ليست تعمل فورس سينك ناو، روح اعملها سينك دلوقتي لو سمحت خلاص. فهشوف الكوماند ده وارجع لك. ورجعنا تاني مع بعض. الكوماند ده هو عباره عن ريجستري كي. الريجستري كي ده انا هرانه في السي ام دي، او اقدر على فكره اعمله بجروب بوليسي برضو. طبعا في الجروب بوليسي وكان مانج الريجستري كيز يعني. فتعالى نحط الكوماند ده هنا، قول له اوكي، قال لي سكسسفول. الراجل ده بيعمل ايه؟ الراجل ده بيجي عند الريجستري كي بتاع الكوميونيكيتور. يعني لو انا جبت هنا ريج ايديت خلاص، فين الباف بتاعه؟ عندك في الاتش كي لوكال ماشين، اتش كي لوكال ماشين، عند سوفت وير، عند بوليسز، عند مايكروسوفت، عند كوميونيكيتور. عمل ايه هو؟ عمل كي بيقول ان الجال داونلود انيشال ديلي زيرو. يعني دلوقتي الديلي زيرو يعني ايه؟ يعني ران دلوقتي. طيب الكوماند ده اتعمل، لو انت خدت بالك في الباف بتاع اليوزر في الاب داتا في لوكال، بتلاقي فيه شويه فايلز في البروفايل بتاع اليوزر اللي هو ده، في اب داتا، في لوكال، في مايكروسوفت، في كوميونيكيتور، هتلاقي شويه حاجات. ايه بقى الحاجات دي؟ الحاجات دي هي البروفايلز اللي عملت لوجن من على اللينك على الجهاز ده. يعني هنا لوجد بهاني صح؟ طيب بقول لك على حاجه، لما تيجي نساين اوت واللوجن بيوزر 9، يوزر 9 ما عملش لوجن على الجهاز ده. يوزر 9 كوبي، بص ايه اللي حصل، اتعمل له بروفايل، والبروفايل ده بيتخزن فيه. لو انا فتحت هاني بيتخزن فيه الحاجات بقى، الكونتاكت بقى والحاجات الكاش ومش عارف ايه، كل الحاجات بتاعتي. شايف كونتنت فايلز كمان لو في اي كونتنت فايلز. طيب فهقدر اعمل لوجن هنا اهو، فهو عمل لي هنا ايه؟ بروفايل. طيب انا ممكن اكزت اللينك خالص وران الكوماند ده دلوقتي خلاص، امسح كل الناس دول عادي جدا. كل ما انت بتعمل لوجن هو بيجيبهم، وعملت ران للكوماند ده، واقدر اروح افتح اللينك سيرفر او اللينك كلاينت، سوري اللينك كلاينت، خلي بالك هنا ما عنديش ولا بروفايل. تعال نجرب على ويندوز 7 اعتقد يكون اسهل. نقفل ده تماما، والسي ام دي از ادمنستريتور خلاص. وبعد كده هفتح اللينك. طبعا انت تقدر تحط الكوماند ان هو يكسكيوت، طبعا هي بتبقى اول مره بس، وبعد كده بيبدا الابديتس بتبقى سهله. تقدر تحط الكوماند ان هو يكسكيوت ممكن في جوب سكادجولر ولا حاجه، بحيث ان هي تبقى اوتوميتد يعني. اهو لو احنا، خلي بالك هوريك حاجه، لو احنا عملنا هنا سي يوزرز، هنا اب داتا، لوكال، مايكروسوفت كوميونيكيتور، هتلاقي عندك الاكونت اللي انت لوجد بيه. ممكن نعمل اكزيت معلش ونمسحهم ونفتح اللينك مره ثانيه، نران الكوماند ده. طبعا هو عامل ريجستري كي دلوقتي، المفروض اللينك كلاينت يبدا يظهر معانا، نبدا نلوجن اهو. يوزر 1 اتعمل له بروفايل خلي بالك، وهي لوجن دلوقتي حالا اهو.
في الحاله دي في اقل من دقيقه او دقيقتين هيكون هو عمل داونلود لايه؟ للكونتاكت ليست بتاعتنا. طيب تعالى نران الكومنت ده عند كل الناس. اني ولا احنا كده كده عندنا اربع اجهزه بس او خمسه، فبالتالي هيبقى الموضوع بسيط بالنسبه لنا ان شاء الله. اهو وعندي الاف اي احنا اوريدي عملنا له ران، وعندي الدي سي هنعمل له ران بالشكل ده. طيب تعالى كمان نعمل ايه؟ نيجي في الاكتف دايركتوري ونحط شويه سيتنجز على اليوزرز. يعني هنقول اليوزر هنا الادمنستريتور، الفول نيم كذا، ديسكريبشن كذا، التليفونيد، تقدر تملى البيانات دي. تعالى نجرب مثلا على هاني هنا، فيرست نيم، لاست نيم، جوب ديسكريبشن كذا، الاوفيس ده تريبولي، تليفون نمبر، الويب بيج، الادرسز تقدر تحط الادرسز، الكونتري، البوستر كود، السيتي، كل البيانات دي تقدر تعبيها طبعا زي ما انت بتعبي لليوزرز البيانات بتاعتهم، اكونت، البروفايل، التليفون. تقدر تحط هنا مثلا هقول بلس 2 0 88 2 4 3 6 5 5 5 مثلا، ده رقم مثلا البيت. موبايل بلس 2 0 10 مثلا 6 15 17 130، ده رقم القديم. فاكس اي حاجه، ايفون اي حاجه. تقدر كمان تحط الاورجنايزيشن، جوب تايتل ده مثلا، مثلا ام اس تيم ليدر، الديبارتمنت مثلا ام اس سيرفيسز، الكومباني سيليكون. طيب المانجر، الادمنستريتور مثلا، يعني توب مانجر الادمنستريتور. واقدر اقول كمان عن تيست، اقدر اقول ان اليوزرز دول 2 3، الاورجنايزيشن مثلا دول عباره عن تكنيكال سبورت، الديبارتمنت مايكروسوفت، الكومباني سيليكون، المانجر بتاعهم هاني، وهكذا. تقدر تعبي البيانات دي كلها طبعا، والهيراركي ده هيبدا يظهر معاك فين؟ يظهر معاك في اللينك. طيب خلينا برضو نمسح البروفايل بتاع اليوزرز، يوزرز ادمنستريتور، عايزين نشوف الهيدن اب داتا لوكال مايكروسوفت كوميونيكيتور، ونمسح الكلام ده بس بعد ما اكزت طبعا عشان ما تبقاش الفايلز ان يوز. اكزت بعدين لينك كاريت البروفايل الجديد. بالشكل ده ابديت خلاص. طيب لو رجعنا عند الناس دول، تعال نجرب كده نشوف هيبدا يدور ولا لا. يوزر شايف ايه اللي حصل؟ انا بقول حرف اليو، فعمل ايه هو؟ عمل ابديت كل الناس وبدا يجيب لي كل اليوزرز اللي هم يبداوا بحرف اليو، وبدا يجيب لي البريزنس بتاعتهم. يبقى كده انا عملت فورس للكونتاكت، الكونتاكت ليست سينك ما بين الايه؟ ما بين الاكتف دايركتوري، خلي بالك ما بين الاكتف دايركتوري سوري ما بين الكلاينت وما بين اللينك سيرفر. وفي سينك تاني بيحصل ما بين اللينك فرونت اند وما بين الاكتف دايركتوري، عشان يروح يجيب البيانات بقى بتاعت الهاني والادمنستريتور ومين مدير مين والكلام ده كله. يعني لو انا بصيت هنا على هاني هلاقي هنا جايب لي هاني بس اهو، خلاص هنا هاني اهو. لو انا عملت كده البيانات بتاعته لسه ايه؟ ما سمعتش، لسه مش موجوده خلاص. فبالتالي لسه ما عملش سينك ما بين الفرونت اند وما بين الدي سي خلاص. برضو في كوماند تاني هقول لك عليه دلوقتي نعمل سينك ما بين هناك. الكوماند اهو اسمه ابديت سي اس داتابيز. ابديت سي اس داتابيز ده بيعمل ايه؟ بيابديت الداتابيز ما بينه الاكتف دايركتوري وما بين الفرونت اند. وبعدين في عندك ابديت ادرس بوك اللي هو بيعمل ابديت لايه؟ للجال نفسها او الادرس بوك نفسها خلاص. طيب عظيم جدا. يبقى موضوع الكونتاكت دلوقتي شبه اتحل معانا، وبقت الناس اوريدي لوجد وبيقدروا يدوروا على اليوزرز زي ما حضرتك شايف. طيب انا دلوقتي عايز ممكن اسيلكت اليوزرز دول مثلا
واقول رايت كليك واضيفهم في جروب. يبقى انا اقدر اقاد الناس بتوعي في جروب. اسمها ايه الجروب دي؟ هنسميه مثلا الجروب ده جروب التكنيكال. خلاص، ايه اللي هيحصل؟ هيروح لليوزرز كلهم، هيروح لهم ايه؟ هيروح لهم اد ريكويست. خلي بالك في يوزر اسمه يوزر 2 ضافك عنده، انت ايه رايك؟ تحب تضيفه انت في جروب ولا انت تحط له برايفسي ريليشن شيب ولا ايه بالظبط؟ انا هنا ما عنديش جروب، ما عنديش جروبز اوريدي هنا، فبالتالي اهو هنا ما عنديش جروبز، فبالتالي ما عنديش هنا غير ان انا اقدر اقول له اد في اول كونتكست، اقول له اوكي اتضاف اوتوماتيك عندي هنا، اتضاف عندي هنا اوتوماتيك. خلاص، هنا في الجروبز اتضاف عندي اهو، اقدر اعمل له موف لو انا عندي جروبز ثانيه، لو انا عندي جروبز ثانيه. خلي بالك هنا تقدر تغير الشكل بتاع الكونتاكت نفسهم يبقوا صغيرين عشان لو انت عندك كونتاكتس كتيره. يعني ممكن اضيف هنا يوزرز، كل اليوزرز مثلا، اقول له اد تو، خلينا نيو جروب مثلا ونسميهم مثلا دول جروب المايكروسوفت. خلاص، يبقى بالشكل ده. تقدر طبعا تغير الشكل بتاعهم. خلاص، اقدر اموف انا يوزر 2 من الجروب دي للجروب دي او الجروب دي، طبعا دراج ودروب دايركت. دي حاجه زائد ان انا اقدر اعمل ايه كمان. اقدر من ضمن المميزات بتاعت اللينك يا جماعه ان انا عايز مع يوزر مثلا، خلينا نقول يوزر 10، لان يوزر 10 احنا عارفين مكانه. خلينا نضيفه، هو موجود، موجود اهو اوريدي. خلينا نقف رايت كليك عليه ونقول عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل له تاج في الستيتس تشينج. تاج في الستيتس تشينج يعني ايه؟ يعني اليوزر ده طبعا اتضاف هنا، خلي بالك اهو اليوزر ده اتضاف، اقول له اوكي. اليوزر ده بقى اونلاين دلوقتي، يوزر 10 بقى اونلاين. ايه اللي هيحصل؟ هيجي لك انت هنا، المفروض هيجي لك انت هنا نوتيفيكيشن، هي مش باينه معانا. خلينا نجربها على يوزر 4. يوزر 4، يوزر 4 تاج، نروح عند يوزر 4 طبعا اتضاف هنا، اقول له اوكي. اوكي، هاجي عند الستس اقول له ايه؟ اقول له انا عايز ابقى بيزي او عايز ابقى اوي. فين اوي؟ اوي 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 اهي. خلاص، نرجع عند الراجل طبعا الستس هنا اوي. بص، خلي بالك اللي هيحصل لو انا عملت كده ساين اوت، اليوزر 4 بقى اوف لاين. خلي بالك، ها تحب ان تاج؟ خلاص سيبك منه ولا اجنور؟ لا لا خلاص اجنور، ماكش دعوه. طيب تعالى نيجي هنا ونقول له ساين ان، هنسيف الباسورد. احنا قلنا له المفروض ان هو لسه تاج. اونلاين، ها ايه اللي حصل؟ قال لي يوزر 4 اونلاين. خلي بالك عشان لو عايز تكلمه، لان انا مستني واحد اول ما يجي عايزه، فاول ما يجي خلاص اقدر ان انا ايه اعمل له فولو او اقدر اعمل له تاج، تاج في الستاتس ابديت. دي من ضمن الحاجات الظريفه. طيب ايه تاني؟ اقدر كمان انا هلوجن على الماشين اللوكال عشان اوري لك حاجه. نجيب الكيبورد بس كده وبعد كده اللوجن هنا. طبعا ده جهاز تاني، السيرفر الفيزيكال جنبي انتوا مش شايفينه. انا عملت لوجن دلوقتي لوكال. فطبعا بص ايه اللي حصل، يوزر 10 عمل لوجن على جهازه فبقى اونلاين، فجالي قال يوزر 10 اونلاين لو عايز تكلمه. شفت ازاي الموضوع بسيط جدا وظريف على فكره وكويس خالص. طيب يوزر 10 ده كمان اقدر اعمل ايه معاه؟ اقدر انا اجي كده اقول له كول لينك كول. انا ما عنديش مايك، خلينا نجرب من على جهازي انا الفيزيكال. ايه رايك من على الفيزيكال بتاعي انا؟ نلوجن من هنا، نقول هنا عايزك تلوجن من على اس داش لينك اف اي دوت هاني ام سي دوت لوكال، وناخد الكلام ده ونحطه فين؟ في الهوستس فايل دايركت. طبعا هي هتاخد معانا شوية وقت، ولكن 10.0.0.1 اوكي. هاني ام سي
وان وان وناخد دي. نفتح بس لود بدل الأول على run as administrator. معلش أنا هعملها بسرعة. open vc windows system 32 drivers atc hosts file. نيجي هنا نقول كده بيساوي كام؟ 10003 تاب. سيف خلصنا. بعد كده ناخد دي كوبي. بعد كده mmc كنترول ام كنترول ام. لو في حاجة بتاخد كنترول ام مش هشتغل طبعا. اوكي 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 اوكي. طبعا الحاجات دي انا يعني بمررها بسرعة لان انا قلناها اكتر من مرة فمفيش داعي نعيدها وتاخد معنا وقت تاني. فنعمل كده كده. وان وان. اوكي اوكي. دن. شكرا. نيجي هنا. مش عايزين. نيجي هنا اللوجن بمين؟ تعال اللوجن بيوزر 8 at honeymc. طبعا هنيجي هنا نقول كده ونيجي هنا نقول كده وبعدين دن. طيب يوزر 8 اللي انا فاتحه ده دلوقتي من الفيزيكال ماشين عايز يكلم يوزر. طبعا لسه السينك خلي بالك ما تعملش الجال سينك. يقول له يوزر واحد ضافك. اوكي يا سيدي موافقين. تعالى ناخد الكوماند بالمره نحطه عندي.